الجهد يكون واضح ويكون سهل. كل ما يوضح أمامنا المقصد يكون دائم في بالنا وما يغيب، الجهد يصبح سهل. السلام عليكم. ترتفع أعمالنا بسبب اليقين على المقصد. كل ما زاد يقين على المقصد، كل ما ازداد اليقين على المقصد، كل ما ازداد اليقين على المقصد يا أخوان الكرام، المشي في الدعوة يصبح سهل. كل ما غاب المقصد يصبح المشي صعب. فالمقصد هو أساس. المقصد إذا نمشي وأمامنا المقصد إحنا نمشي على طريق صحيح. وإذا غاب المقصد، لو كل الترتيبات فاهمينها وعارفينها بدون مقصد ما نصل. لكن لو أمامنا مقصد، لو مشينا بسيط، لو ما نعرف، لو ما نفهم، لكن أمامنا مقصد نصل. فالمقصد يا أخواني الكرام من هذا العمل كما يقول علماء المشايخ أن يعود الدين وجهد الدين على المستوى الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. ليس المقصود يعني شيء من شرائع الدين أو أمر من الأوامر، لا، مقصود دين كامل في حياتنا وحياة البشرية إلى قيام الساعة. وهذا الهدف يا أخواني الكرام بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتكميل هذا الهدف. الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل هذا الهدف في حياة البشرية اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أول خطوة خطاها عليه الصلاة والسلام كان أمامه تكميل هذا الهدف، تكميل هذا المقصد، يصل إلى رضا الله. وما هو رضا الله؟ كمال دينه في حياة البشرية. كيف تكتمل جميع عوامل الله في حياة البشرية؟ هذا هو المقصد. لذلك في حجة الوداع الله سبحانه وتعالى بيّن، قال: اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أكملت، أتممت، رضيت. من أول خطوة كان أمامه هذا الهدف كيف يكتمل. حجة الوداع قال: اليوم أكملت. هذا هو رضاي، رضاي أنها اكتملت الأوامر في حياتكم، هذا هو رضاي. دائما نقول كيف، ليش تعمل؟ قال: حتى يرضى الله. طيب ما هو رضا الله؟ يفتح عليك دنيا، يعطيك مشاريع، يعطيك أموال. رضا الله أي كمال دينه في حياة البشرية، هذا رضا الله. ليش نجتهد؟ حتى تكتمل أوامر الله في حياة البشرية، حتى يأتي رضا الله، حتى نتحصل على رضا الله. كيف تكتمل أوامر الله في حياتنا وحياة البشرية؟ ذلك الصحابة أمام هذا المقصد قدموا حياتهم بالاستحياء أمام اكتمال الأوامر. يقول: يا ربي هذه حياتي، وش حياتي أمام كمال دينك يا الله؟ يشوفها لا شيء، يشوف أنه ما قدم شيء أصلا. لذلك إذا ما يكون أمامنا المقصد واضح، اللي يخرج 3 أيام ولا 40 يوم ولا 4 شهور إيش يقول؟ يقول: أنا خلاص ما شاء الله أنا من القدماء واشتغلت وتحركت، خرجت 4 شهور. الصحابي قدم حياته يقول: أنا ما قدم شيء. ليه؟ لأن أمامهم مقصد، قدم حياته للمقصد، سار المقصد واضح أمامه، لذلك حياته سارت رخيصة أمام هذا المقصد. بسبب هذا المقصد كم ارتفعت قيمتهم؟ منهم من يعني غسلت الملائكة ما بين السماء والأرض، منهم من تشيع في يعني عند موته 70,000 من الملائكة، منهم من اهتز له عرش الرحمن عند موته. عبد الله بن حرام الله جل جلاله كلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، وقال: تمنى تمنى، وش تريد؟ قال: بس أريد أن أرجع إلى الدنيا وأموت فيك مرة ثانية. يعني يقول: أبغى أقدم حياتي لمرادك، أشوف أني ما قدمت شيء. عبد الله بن حذافة السامي يقول: أتمنى أن عندي مثل شعر جسمي أنفس كلها تموت وتلقى في الله. أصبحت رخيصة حياتهم أمام المقصد، أصبحوا يرون أنهم ما عملوا وقدموا شيء أمام المقصد. لذلك إذا المقصد واضح أنت تشوف حياتك رخيصة، إذا المقصد ما هو واضح تقول: أنا متحرك وأنا خرجت وأنا 3 أيام دخل في حياتك أنك من الصالحين المصلحين. السلام. المقصد يا أخواني الكرام
كيف يعود الدين وجهد الدين على المستوى الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. جميع الأوامر الله سبحانه وتعالى شرعها لهذا المقصد. قالوا العلماء إذا ما أمامنا المقصد تصبح الأعمال مقاصد، تصبح الأعمال مقاصد، هذا عنده مقصد وهذا عنده مقصد وهذا عنده مقصد. ليه؟ لأن ما المقصد ما هو واضح. ما المقصد أمامنا؟ أن يعود الدين وجهد الدين على المستوى تركه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. فكل واحد يقول مقصودنا خمس أعمال، والثاني يقول جهد نساء، والثالث يقول كيف الجولات. فكلنا نختلف من أجل وضعنا مقصد ما هو المقصد الحقيقي. لكن لو وضعنا المقصد الحقيقي أمامنا كلنا نجتمع عليه، كلنا يصير تصير قلوبنا على أمر واحد في مقصد واحد. الصحابة قدموا حياتهم رخيصة وبالاستحياء أمام المقصد، لأنه مقصد يعني أوامر الله. أبو بكر الصديق يقول تحمل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تحمل نقص الأوامر في حياة البشرية. يقول من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أينقص الدين وأنا حي؟ نقص الأوامر، يقول علماء نقص سنة، يقول حياة البشرية أمام سنة بيت الخلاء رخيصة، حياة كل البشرية أمام سنة واحدة رخيصة. كيف اللي يجعل حياته وحياة البشرية من أجل كمال دين الله عز وجل؟ الصحابة كان أمامهم هذا المقصد، ذلك العمل صار سهل في حياتهم، حياتهم سهلة، أموالهم تنفق سهلة، يتحملوا جوع أبنائهم سهل، يتحملوا نقص المال سهل. هذاك الصحابي يعني جوع أطفاله من أجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعة من شرائع الدين كرام الضيف، استعد أن يجوع أبنائه ويموتوا ويناموا جوعا أمام إكرام الضيف. ما هو بس هو عنده هذا الفكر، عنده الزوجة نفس الفكر، تقول ينامون جعاني لكن ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ حاجته. هذا أمام شريعة من شرائع الدين إكرام الضيف. كيف الذي جوع من حوله وجاع وجاع من حوله وأنفق أمواله من أجل كمال دين الله عز وجل؟ فبالمقصد يا أخواني الكرام ترتفع أعمال، بالمقصد تصير قوة في أعمالنا، بالمقصد يفتح علينا أسرار العمل إذا واضح المقصد أمامك. بدون المقصد تضعف الأعمال ويصير حيرة، ليش نشتغل، ليش نجتهد، ليش؟ يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله إذا أمامنا المقصد تقبيل ابنك الصغير بنسبة المقصد، هذه القبلة تأثر في العالم لأنها بنسبة المقصد. ويقول شهوات الصحابة سبب لهداية العالم لأنها بنسبة المقصد. حياتهم الله سبحانه وتعالى جعلها تأثر في العالم بسبب وضوح المقصد أمامهم. هذا أساس في الجهد، ما يغيب لحظة عن بالنا هذا الهدف. لأن يا إخواني الكرام القلوب تجتمع على أمر الله. ما القلوب تجتمع لأنك جاري أو أخوي وأنك نجتمع سوا وأن نتقابل دائما سوا. أول ما يقول الله أكبر يأذن المؤذن، كل واحد اللي في بيته نايم، اللي يأكل، اللي يسوي رياضة، اللي مشغول، لكن أول ما يقول الله أكبر كلهم يجتمعون على الأمر. الأمر هو اللي يجمع، ليس الأجساد التي تجمع، الأمر هو يجمع البشرية. ما هو أمر الله عليه نجتمع. فمراد الله وأمر الله من البشرية كمال دينه. لو هذا الأمر أمامنا احنا نجتمع عليه بدون كلفة، يصير هو هدفنا، يصير هو مقصدنا. فكيف دائما المقصد ما يغيب؟ الشيخ نذر الرحمن يقول حتى في جزءك القرآن اجعل هذا المقصد أمامك. ليش تقرأ القرآن؟ من أجل كمال دين الله. ليش تخرج ثلاثة أيام؟ من أجل كمال دين الله. ليش تتجول؟ حتى يكتمل الدين وحتى تعود الأمة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد إذا أصبح واضح الجهد يصبح سهل، الأعمال لها هدف، الأعمال يصير فيها قوة، انتساب للمقصد فيه قوة. ليه؟ لأن المقصد واضح.
الهدف واضح أمامك، فكل شيء ينفق للمقصد، كل شيء يصبح في حياتنا للمقصد، بيتك للمقصد، أولادك للمقصد، مالك للمقصد، فكرك للمقصد، دابتك للمقصد، كل يعني ما حولك وما أعطاك الله يصبح للمقصد. فالله جل جلاله يجعل في هذا الشيء الأثر لأنه من أجل المقصد. المقصد يا أخواني الكرام أن يعود الدين وجهد الدين على المستوى الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. هذا يوميا يكون أمامنا، يكون في تعليمنا، يكون في جولاتنا، يكون في زياراتنا، يكون في خروجنا، حتى لا تسير الأعمال مقاصد، الأعمال من أجل تقوية المقصد. الصلاة متى شرعت؟ في السنة 9 والـ10. ليه؟ من أجل المقصد، تقوي مقصدك، الذكر، الدعاء، كلها من أجل المقصد. الآن توجهنا إلى هذه الأوامر والأعمال ونسينا المقصد، فكل واحد أخذ له مقصد، كل واحد أخذ له يعني هدف، كل واحد يسحب من جهة، ولا اجتمعنا ولا اتحدنا ولا اتفقنا. لكن لو الهدف واضح أمامنا خلاص، خلاص الهدف يجمعنا. مثل النحل، النحل الآن ليش فيه قوة وفيه تأثير والناس تحبه وميزانيات تتغير بسبب وجود النحل؟ قال لنا النحل عندهم هدف واحد، كيف يخرج العسل؟ بسبب اتحادهم الناس كلهم يراعون النحل، عندهم هدف واحد، كيف يخرج العسل ويجعل له التأثير، ما حد يستطيع يقرب من الخلية. قال لنهم مجتمعين ما نستطيع عليهم، لكن أكرمكم الله الذباب ما له مقصد، كل واحد الحالة. لذلك كل الناس تفكر في قتله، مبيدات من أجله. قال يا أبوي هذا يشتغل ليه؟ قال كل واحد الحالة. فالمقصد هو يجمع، المقصد يجمع. ذلك يا أخواني الكرام، كيف يوميا نتفكر لهذا المقصد، كيف يحيى في حياتنا هذا المقصد الذي هو رضا الله. الله جل جلاله رضي بهذا المستوى الذي جاء في حياة الصحابة، يعني من كمال الدين وكمال الأوامر، فأصبح سهل يقدموا كل شيء من أجل حياتهم. ما عاد عندهم مشاريع غير هذا المشروع، ما عاد عندهم أهداف غير هذا الهدف، ما عاد عندهم هدف، هذا هدفهم، هذا مقصدهم. المسلم ما أمامه إلا هذا المشروع، هذا الهدف بس، ما عنده أي مشاريع ثانية المسلم. قالوا ايش تبغى تكون؟ قال طيار، مهندس، مدرس. قال كلها هذه أماني اليهود والنصارى. المسلم ما أمامه مقصد إلا كمال الدين، لكن هذه الأشياء من أجل الدين، ليست هي المقصد وليست هي الهدف. ولا وش يصير الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ أشياء الدنيا وحاجات الدنيا، لكن كل ما أعطانا الله من صلاحيات، من مال، من 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 وظائف، من مهن، كلها من أجل المقصد. لذلك الله يجعل مهنتك هداية، ويجعل وظيفتك هداية، ويجعل انفاقك هداية، يجعل بيتك هداية، لأنه من أجل المقصد، كلها تصبح من أجل المقصد، تنفق من أجل المقصد. فقرك الله يجعل فيه هداية إذا كان للمقصد، ملكك الله يجعل فيه هداية من أجل المقصد، مرضك الله يجعل هداية من أجل المقصد. إن المقصد ليس الفقر والملك والمال لا، ليس المقصد. إذا عندك هدف الله يجعل حياتك كلها هداية. قال الفقير في حياته أوامر الله، الله يجعل فقره هداية. ملك في حياته أوامر الله، الله يجعل ملكه هداية. مريض في حياته أوامر الله، الله يجعل مرضه هداية. ليه؟ لأنه من أجل الهدف، من أجل المقصد، هدف واضح، يدري ليش يشتغل. واحد يقول رايح لصاحبه وما يعرف شكل بيت صاحبه، يقول لو لف 20 لفة في الحي ما يصل. قال أنا ما أعرف المكان، لو إنه واقف جنب البيت ما يدري إنها البيت، لكن واحد عارف الشكل البيت، واجهة البيت، باب البيت، عارف حافظه 100%. يقول هذا لو ضيع شوي يصل. ليش؟ قال لأن عنده هدف. لكن هذاك ما يعرف لو إنه واقف جنب البيت ما يصل.
كذلك الدعوة إذا أمامنا دائما الهدف لو رحنا يمين يسار لكن هدف واضح تصل، لكنك لو تحافظ جميع الترتيبات والأنظمة وجميع مذاكرات الدعوة وما أمامك هدف، هذه المذاكرات والترتيبات ما توصلك، ما توصلك أبدا. إذا هدف واضح كل شيء سهل، إذا هدف غاب ترتيبات وأنظمة وخطط ما توصلنا أبدا. لازم الهدف أمامنا واضح يوميا، وحتى يقوم هذا الهدف لابد من استعداد الصحابة رضي الله عنهم، استعداد لترك كل شيء، تركوا بيوتهم أوطانهم أهاليهم ذرياتهم تجاراتهم كلها تركوها من أجل الهدف، استعدوا يقدموا كل شيء من أجل الهدف. الصحابة رضي الله عنهم عندما هاجروا وتركوا كل شيء وآواهم الأنصار واستعدوا الأنصار لنصرتهم، يعني كما الله سبحانه وتعالى جعل بسبب الهجرة والنصرة للمقصد الله جعلها هداية. وأعظم أمرين يعني لإقامة الدين الهجرة والنصرة، عشان كذا الشيطان حضر في الهجرة وحضر في النصرة. كيف ما تتم الهجرة والنصرة؟ لأنها قيام الدين. فعند الهجرة جلسوا في دار الندوة يتشاورون كيف، ماذا نعمل في محمد؟ نقتله، نوثقه، نربطه، إيش نسوي فيه؟ حتى جاء رأي أبو جهل، قال كل واحد يجيب واحد من كل قبيلة ويضربون ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في الناس، فما يستطيعون أن يقابلوا هؤلاء القبائل. قال هو هذا الرأي، يعني فصل على رأي أبو جهل. فالنصرة يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، من ياويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، ولا يجد أحد ياويه حتى وصل إلى حي من الأحياء، تأويني تنصروني إيش لنا؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم الجنة. قال هل يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال هذا الأمر بيد الله يعطيه من يشاء، ليس لي بكم حاجة، استعداد ناقص. وصل لحي ثاني، من ياويني من ينصرني؟ قال مستعدين يا رسول الله، ولكن من جهة العرب ومن جهة العجم لا نستطيع. قال لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، ليس لي بكم حاجة. حتى وصل إلى حي من أهل يثرب وعرض عليهم هذا الأمر، من ياويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، مراد الله المقصد وله الجنة. قالوا إيش لنا يا رسول الله؟ دخل العباس قال تدرون على إيش تبايعون هذا الرجل؟ قال على أي شيء؟ قال على نهكة الأموال وقتل الأشراف وعلى أن تعضكم السيوف وتعاديكم العرض. ما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قالوا ابسط يدك نبايعك، والله لا نقيل ولا نستقيل. صاح الشيطان في منى، باستعداد الأنصار صاح الشيطان في منى، لأن هذا الاستعداد أقفل، يعني أغلقوا أبواب الشيطان، باب الملك والمال أغلقوه. هذا هو هذا الباب اللي بسببه تسهل الوسوسة، سهل يطلعك من الطريق. كيف دخل على أبونا آدم في الجنة؟ باب الخلد والملك، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسهل الوسوسة فأكل من الشجرة. لكن الأنصار قال أغلقوا هذا البابين، لا ملك ولا خلد. قال يا رسول الله لو أمرتنا أن نغير على أهل منا بأسيافنا لغيرنا عليه. ستة أنفار، إيش القوة اللي جت في حياتهم أنهم يغيروا على أهل منا كله؟ في شيء يدخل القلب، في شيء استعداد، في شيء يجمع. هذا الاستعداد يقول العلماء هو أول استعداد للجهد. إحنا نظن أنها آخر استعداد في الجهد، وهو أصلا أول خطوة في الدعوة. لا خلد ولا ملك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا ومن قل يا رسول الله؟ قال لا كثير، ولكنكم غثاك وغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا هذا الأمر في حياتكم، الوهن في حياتكم، الضعف في حياتكم، ولا يلقى في قلوب الأعداء مهابتكم حتى يخرج هذا الأمرين من حياتكم، الخلد والملك، حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا أول لبنة لبناء الأمة، أول لبنة، هذا أول أساس يعني لبناء الأمة، عليها تجتمع الأمة. الأمة تجتمع على استعداد صحيح، ما تجتمع على استعداد ناقص. بعدين يجي الترتيب،
تجي ترتيبات الدعوة على هذا الأساس، جولاتنا لهذا الأساس، خروجنا على هذا الأساس، انفاقنا على هذا الأساس. لو عملنا بسيط لكن هدف واضح، استعداد واضح، هذا العمل البسيط الله يجعله التأثير في حياتنا. يقول لو تمشي 1000 خطوة وما أمامك مقصد، هذه 1000 خطوة ما تأثر فيك أنت. ولو تمشي 1 خطوة وأمامك المقصد والهدف، هذه الخطوة تأثر في العالم. خطوة على الهدف تأثر في العالم، 1000 خطوة بدون هدف ما تأثر في نفسك. فالمقصود الهدف كيف ما يغيب. أحيانا إحنا نمسك الترتيبات والأنظمة وننسى الهدف، ونقول يا أخي كم مرة تجولنا، كم مرة خرجنا، كم مرة رحت 4 شهور ما تغيرت، لأنك مسكت الترتيبات والأنظمة ونسيت الهدف. فالترتيبات والأنظمة ما توصلك أبدا، ليست هي مقصد، هي وسائل. لكن لو غاب المقصد هذا الشيء ما يوصلك أبدا. أمسك الهدف، كيف الهدف يكون دائم في حياتنا. أحد الأحباب يقول نتشكل من المراكز، مراكز الدعوة، نخرج ويوم نجتهد ونتحرك ونشكل الجماعات ونرغب ونرجع للمقصد، نبين أحوالنا ويبينوا فينا، يقول يصفرونا كأنه ما سوينا شيء. فقالوا وش السر يا مشايخ؟ نخرج نجتهد يوم نرجع هنا نشوف إن ما سوينا شيء. قال إنكم أنتم تمسكون الترتيبات وجهدكم وخططكم وفكركم كيف شكلتم الجماعة، توصلوا هنا نبين لكم الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا حياتهم أموالهم، فترون أنكم ما قدمتم شيء. فدائما رجعهم للأصل، دائما الهدف أمامنا، جهد الصحابة، حياة الصحابة، استعداد الصحابة، كيف انفاقهم، كيف جهدهم، كيف قدموا حياتهم، أصبحت رخيصة أمام المقصد. حياتهم رخيصة، حياتهم رخيصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ليه؟ لأن هدف واضح، حياة رخيصة أمام المقصد، قدموها بالاستحياء من أجل المقصد أمام دين الله. إيش النفس وإيش مالك وإيش بيتك وإيش؟ ديك دائما نتذاكر هذا المقصد يا أخوانا الكرام، ونتفكر فيه ونرغب فيه، ما يغيب عن بالنا، ما يغيب. لو غاب الأعمال تنقص، التأثير ينقص، الهدف يصبح يعني ما أمامنا هدف. شورتنا لهذا المقصد، جهدنا لهذا المقصد، هدفنا لهذا المقصد، أموالنا تنفق لهذا الهدف، حتى يجي استعداد أن حياتك تصبح من أجل هذا الهدف اللي هو مراد الله. ذلك يقول العلماء، يقول اسأل الله أن يقبلك، أن يقبلكم في مراده. كيف الله لو قبلك في المراد اللي هو يريد؟ ما هو مراد الله؟ كمال دينه، أن أقيم الدين ولا تتفرق، هذا مراد الله. كيف لو الله قبلك وجعلت حياتك ومالك حتى يتحقق مراد الله؟ يقول ضحككم يصبح مقبول عند الله، طعامكم مقبول عند الله، نومكم مقبول عند الله، إذا مرادكم مراد الله. إذا تريدون كيف مراد الله يحيا في حياتكم وحياة البشرية، يقول ضحككم مقبول، بكاؤكم مقبول، نومكم مقبول، طعامكم مقبول عند الله، لأنك عايش لمراده سبحانه وتعالى. فانتسابنا لهذا المقصد يا أخواني الكرام، كما الله سبحانه وتعالى يجعل له التأثير، كما جعل التأثير في حياة الصحابة. فننوي ونعزم يا أخواني الكرام أن يكون هدفنا 24 ساعة أمامنا، 24 ساعة أن يعود الدين وجهد الدين على المستوى تركنا بسمح دعباته. بعدين يجي الآن كيف نتجول، كيف نرتب، كيف يعني ندخل ميادين في الناس. الله يجيب عندنا كذلك الهم والحزن لهذا الأمر، يجي عندنا اضطراب لهذا الأمر. مرة خرجنا في الجنوب وقابلنا واحد من الشباب، ويعني كان فيه جلسة كذا ما شاء الله واستقبال، فجاب واحد من يعني من أهل القرية، ورجل شاعر مصيبة، سوالفه كلها شعر، يجلس يسمع أسماء الجالسين وينظم ويعطيهم قصيدة في أسماء الموجودين، وما في احتفال إلا يأخذونه، ولا في حفل إلا يأخذونه، ولا في زواج إلا يأخذونه، واجتماعات يأخذونه. بعدين قال جالس معنا، قال تدرون والله لاني شاعر، ولا أبوي شاعر، ولا في أحد من جماعتي شاعر، لكن يقول جاء عندي حزن وغيرة على جماعتي، كيف القبائل فيهم شعار إلا
قبيلتي ما فيها شاعر؟ يقول جاء عندي حزن اضطربت ليل نهار، يقول والله طار النوم من راسي، يا هم جاء عنده هم، كيف الناس عندهم شعار وقبيلتي ما فيها شاعر؟ مصيبة. يقول صرت لا ركبت السيارة الحالية صيح، وأجي القصائد اللي أحفظها أقولها وأقرأ من الكتب. يقول شوي سبحان الله لين أنطلق لساني. هذا جاء عنده غيرة، كيف ما في قبيلته شاعر؟ كيف الذي يجتي عنده غيرة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يا الله تحيا جميع الأوامر؟ الله ما يحرك، الله ما يخليك تنطق، الله ما يستخدمك. الشيخ عبد الوهاب يقول اضطربوا حتى يكتمل في حياتكم نهج النبوة. هذا الاضطراب لأي شيء الآن في حياتنا، ليش مضطربين؟ لا بد الاضطراب يصير لأوامر الله، الهموم في قلوبنا من أجل أوامر الله، الوحشة كيف تكون من أجل أوامر الله؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب من بيئة الشرك، بيئة الأصنام، شرب الخمور، اضطرب واستوحش من هذه البيئة فذهب إلى الغار. يقول علماء يقول فاكتمل الاضطراب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله هداية البشرية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يضطرب لهذا المقصد الله يجعله سبب وباب لي يعني فتح الخير والهداية للبشرية. لكن ما يجي الاضطراب من مجلس مجلسين، لازم ندخل في الناس، لازم نعيش مع الناس، لازم نتعب في ميادين الناس حتى الله سبحانه وتعالى يعطينا حقيقة الاضطراب والهم والفكر من أجل هدايتنا وهداية البشرية. مستعدين إن شاء الله؟ مستعدين. ما مستعدين على هذا الجهد مقصد حياة أخونا، وهدف ما يغيب أمامنا إن شاء الله. الله يقبلنا وياك. طيب من اللي مستعد إحباب ساعتين ونص يوميا؟ من اللي مستعد إحباب؟ من اللي مستعد يفتح بيته اليوم ولا بكرة؟ كل يوم. ويكون زي ما قال الشيخ نمشي على المقصد، نحط المقصد ذا قدامنا. طيب من اللي مستعد 4 شهور إحباب؟ من اللي مستعد 40؟ أنا مستعد 40. ما شاء الله. الله يقول والله أن الله يختم بهذه النوايا. لا تحسبون النهاية يعني أن هذا مو إذا هذا، الله سبحانه وتعالى ينظر لهذا المجلس ويختم على هذه النوايا. مقصود الكلام إنشاء العواطف للدين، كيف عواطفنا تتحرك للدين. والله سبحانه وتعالى يوم يرى عاطفتك واستعدادك للدين الله يختم لك، ما تدري لا يكون هذه آخر ساعة لك في الدنيا هذه، يختم الله لك في حياتك بهذا الأمر وهذه النية. فلا يعني نستهون بهذا الاستعداد زي ما قال الشيخ أولا، استعداد بس النبي عليه السلام بس شاف منهم استعداد بس، إحنا بس كيف عندنا استعداد للدين ونقدم الدين وأمر الدين بحياتنا. الله كرمنا بهذه الدعوة، هذه الأشياء، هذه الصحبة، هذه المجالس، هذا كرم من الله سبحانه. كم من الناس الآن حيارة بهذه الأرض ما يدري وش مقصد بهذه الحياة، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونزيد يا أخوان، نزيد ونقدم. فالله يقبلنا إياه. آمين. تدعي لنا يا شيخ. طيب اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ويسر الهدى لنا واهدي الناس جميعا. اللهم اقبلنا دعاة إليك وإلى دينك، مبلغين عنك وعن رسولك. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وألف بذات بيننا يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا لمرادك، اللهم اجمع قلوبنا لمرادك، واجعل حياتنا وأموالنا لمرادك. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا باب الحمد. استودعكم الله مشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، أمطار الخير والبركة، الله أكبر. الغيث من السماء على مركز الدعوة بزهبان في صنعاء، هذا مركز الدعوة بعد صلاة الظهر مباشرة هطلت الأمطار، الحمد لله أمطار الخير والبركة. أحباب الدعوة كلهم محاصرين داخل المسجد من الأمطار بعد صلاة الظهر. الاثنين، اليوم الاثنين كم؟ 20 شعبان يا شيخ يحيى. الحمد لله هذا مركز الدعوة بزهبان، وهذا غرفة الضيوف، ما شاء الله على الضيوف.
من باكستان، من الهند، من مصر، من ليبيا، من تونس، من فلسطين يأتون إلى هنا مع الأسانسير ما شاء الله. ولكن الطيران موقف وحيطلع هذا الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، الرابع، وإن شاء الله الخامس والسادس، استقبال العالم من كل الحال عالم ما شاء الله. أمطار الخير والبركة أحباب ما شاء الله، الله يتقبل. دعوا لأهل اليمن إن شاء الله يفتح الله المطارات والحدود والسدود لاستقبال جميع جماعات من العالم كله، وتوديع الجماعات إلى العالم كله بجود الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم.